مشاهدينا، وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني إهداء حقائب مدرسية وأدوات دراسية على الطلاب بالمناطق الأكثر احتياجا ودور الأيتام ومراكز ذوي القدرات الخاصة وفقا لخطة زمنية على مستوى الجمهورية. اسمحوا لنا نطلع فاصل نشوف فيه تقرير عن هذا المبادرة ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا. داخل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية يتم إعداد وتجهيز الحقائب والمستلزمات المدرسية المهداة من وزارة الداخلية إلى أطفال المدارس في المناطق الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور بمناسبة قرب بدء عام دراسي جديد. عقب انتهاء التجهيزات تتوجه السيارات المحملة بتلك الحقائب والمستلزمات المدرسية إلى الأماكن المستهدفة لتوزيعها على المستفيدين. مأموريات من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن وشباب وشابات من منظومة أمان توجهوا إلى أماكن إقامة طلاب المدارس بالمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق كل مديرية لإهدائهم الحقائب والمستلزمات المدرسية. فرحان جدا من الشام. أشكرك يا ريس. تحيا مصر. تحيا مصر. كما أقيمت أماكن مخصصة لتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية لضمان استفادة أكبر عدد من الطلاب منها. تم فيها مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وبمشاركة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية توجهت مأموريات إلى دور رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لإهدائهم المستلزمات المدرسية دعما لهم مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، وهو ما لاقى إشادة كبيرة منهم ومن المسؤولين عن تلك الدور لما تقدمه وزارة الداخلية من دعم متواصل لهم في كافة المناسبات. الحقيقة احنا كنا محتاجين شنط للولاد، فيعني على طول لبوا الطلب وجم، وزي ما حضرتك شايف انا عندي هنا حوالي 175 يتيم، وهم فعلا في انتظار المبادرات المماثله، لان دي بترفع الروح المعنويه لجميع الايتام. شايف ان هي مبادره كويسه جدا، بتساعدنا في بدايه عام جديد دراسي بتفوق. شمسها بسماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني امحي لون خيرك يا مصر. وقد تم وضع برنامج زمني من قبل وزارة الداخلية لتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية على طلاب المدارس في الأماكن المستهدفة وبما يغطي كافة المحافظات، ويحقق ما تسعى إليه الوزارة من تقديم الدعم والمساندة للأسر المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد. تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحاجات الحلوة دي. افتح يا سيسي، افتح يا مصر، افتح يا مصر. هذا العمل الإنساني المتواصل الذي تقوم به وزارة الداخلية إنما يأتي من منطلق حرصها على تقديم الدعم والمساندة للمواطنين، لذلك تسلك الوزارة كافة السبل التي تحقق هذا الهدف، والتي تأتي مبادرة كلنا واحد في مقدمتها. ده الحب ده مش بالسهل، بس انت فعلا تستاهل. ايوه انت فعلا تستاهل، تستاهل كل خير.